هنعمل النهاردة بسكوت العيد ده، بسكوت سهل من غير عجين ومن غير فرن، بسكوت كده على البارد. الشكل تحفة طبعا، الطعم في منتهى الجمال. عملته بكذا شكل وبكذا فكرة، ويلا بينا نشوف هننفذه ازاي. ازيكم؟ النهاردة جاية بوصفة بقى تنفع للعيد، بسكوت، بس بسكوت سهل قوي من غير عجين ومن غير دقيق ومن غير اي حاجة. هنعمله بسكوت على البارد كده. هجيب البروسيسور، وعندي باكو بسكوت سادة كده، هحط البسكوت في البروسيسور عشان اطحنه. وهبدأ أطحن. أنا طحنته أهو، هحط عليه خمسين جرام سمنة، وشوية لبن على قد ما يتعجن. ومعلقة كبيرة كاكاو، كاكاو خام. وهعجنه. ده البسكوت اهو بعد ما اتعجن عندي بقى عجينة كده اهو، هاخده واكور كور صغيرة. وعندي خيارين، يا هحطها في جوز الهند كده، هجيب طبق، كده، او هعمل شكل تاني، كورها، وعندي شوكولاتة سايحة، هغمسها في الشوكولاتة، هغمسه كده. وهحط، وهي هتجمد بقى. انا نسيت وحطيت على الطبق على طول، هي المفروض هتتحط على ورق الزبدة ده. هعمل واحدة تاني. نشيل الطبق، هحطها في الشوكولاتة، وهعملها، هنزل الزيادة كلها كويس، وهحطها هنا على ورق زبدة لحد ما تنشف. هكمل المقدار، هعمل واحدة تاني جوز هند، كده، أو لو عايزة عندي الكاكاو كده،
وتكوريها وتعمليها في الكاكاو كده، يبقى كده عندك كذا تشكيلة اهو. عندك ثلاث اشكال تقدري تشكلي بيهم البسكوت بتاعك. دي هعملها شوكولاتة، وهنزلها كده. ولو عايزة تحشيه، انا عندي هنا بندق هحشيها من النص، هحط بندقية وهحشيها بندق وهحطها برضو في الشوكولاتة. اهو هحشي واحدة تاني واحط البندقية وهقفل عليها. بالشوكولاتة وهحطها. او هحشيها بالزبيب المتوفر عندك. شوية زبيب اهو هحطهم برضو في النص وهحشي بيها. كل دي افكار، وانتي اختاري اللي انتي عايزاه واللي يريحك اعمليه، واللي يعجبك او اللي انت بتحبيه اعمليه. هكمل المقدار كله بالشكل ده، يا بالحشوة يا فاضي اللي يعجبك. هكمل المقدار كله، والشوكولاتة هتنشف. هنا هعمله في جوز الهند اهو، دي ابسط حاجة هتعمليها في جوز الهند، ودي حشيتها برضو. هحشي واحدة تانية اهي قدامكم، بندقية معايا هحطها، هقفل عليها. وهعملها في جوز الهند. وفي برضو حاجة تانية، يبقى كده عندك أربع تشكيلات. عندي هنا فورماسيه أهو، هاخد واحدة هعملها سادة خالص مش هحشيها، وهحطها في الفورماسيه. الأولاد بيحبوا الألوان الفورماسيه دي، جميلة والأولاد بيحبوها. أعمل واحدة تاني وهحشي واحدة بقى بالبندق، ودي هعملها في الكاكاو. طعمه بيبقى روعة وخفيف وجميل، ولا بقى عجين ولا خبيث. حتى لو جايلك ضيوف وما عندكش اي حاجة تعمليه في 5 دقايق، 5 دقايق تكوني مخلصاه. هعمل واحدة بقى شوكولاتة عشان انا بحب الشوكولاتة قوي، فهكتر من الشوكولاتة.
مش عايزة تحشيها براحتك، انا بس بديكي خيارات. ودي فورمة سيف، نعمل واحدة بقى زبيب، نحط الزبيب. وهعملها برضو في الكاكاو اهو. واحدة فرماسيه، وهخلص بقى المقدار كله والشوكولاتة تنشف عليه، واوريكي شكله الاخير بعد ما يخلص. ده البسكوت اهو بعد ما الشوكولاتة نشفت، زي انتهى بشوكولاتة بيضة، واللي بالكاكاو واللي بالفرماسيه واللي بجوز الهند، كل دي افكار، واللي محشي واللي مش محشي، كل دي افكار، وانت اختاري اللي انت عايزاه. بس هو بقى في الاخر بسكوت سهل جدا، طعمه لذيذ. اتمنى انه يعجبكم، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وكومنت حلو بقى زيك، ويلا باي.